عندنا الحقيقة تقرير عملناه في احد دور المسنين واحد دور اللي بترعى مرضى الزهايمر، وهنتفرج عليه دلوقتي معاكم، وهنخلي الدكتور طارق بإذن الله يعلق ويقول لنا رأيه في اللي شافه في التقرير. عندنا عيادة اكتشاف مبكر لمرضى الزهايمر، والجمعية بتحافظ على المستوى، عندها صف أطباء بنحافظ على المستوى، لأن مرضى الزهايمر ثلاث مستويات. المستوى الأولاني نحافظ عليه علشان ما يوصلش للمرحلة الثانية والثالثة، عند الصف أطباء بيشرف على هذا الموضوع. بعد ما بيدخل العيادة ونكتشف أنه عنده زهايمر، بندخله رعاية عندنا بعد إشراف أطباء وفي الصف تمريض والرعاية. ومريض الزهايمر طبعا بيبقى مفقود كل، يعني مش مدرك بأي حاجة حواليه. عندنا مرضى الزهايمر بنوعيهم وبنهتم بيهم. أول حاجة بنيجي نصبح عليهم وبنقومهم للفطار، لازم نتعامل معاهم بطريقة كويسة، عشان لو احنا شدينا عليهم ممكن يتعصبوا يضربوا يتنيفزوا علينا. لمشاكل مريض الزهايمر بيبقى متعصب وعنده هيبره شديده، لازم نتعامل معاه بحنيه عشان الحاله ما تسوقش اكتر من اللازم. فلازم بناخده واحده واحده، بنطبطب عليه، بنكلمه باسلوب كويس على اساس ان هو نحسسه بالحنين. اهم حاجه بالنسبه لمريض الزهايمر هو المحافظه على المستوى، على المرحله اللي جه فيها. بنحاول برضو مع الاهل بالتنسيق معاهم ان هم يبداوا يدونا عن ذكرياته، عن كان بيعمل ايه في طفولته، عشان خاطر نبدا نوصله يتذكر بعض الشيء. حتى بيبقوا جايين عندنا، الناس دي بتبقى جايه ما بتتكلمش خالص، ممكن يبدا يتكلم، يبدا يتعامل على انه شبه طبيعي. ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا، عشت ليالي هنيه احلم بيه. مريض الزهايمر عندنا احنا اللي بنراعيه رعايه كليه، بنهتم بيه وبنهتم بحمومه وباكله وبعلاجه وبنظافته، اهم حاجه نظافته الشخصيه. لو في اي حد عنده مريض زهايمر يا ريت يبدا يعتني بيه عشان ما يوصلش لمرحله متقدمه، ودي بتبقى مراحل صعبه جدا، المراحل المتاخره. بنقول لاهالي المرضى المسنين ان هم ما يتاخروش في زيارتهم، لازم على كل اسبوع او اسبوعين، حتى لو زياره، حتى لو لمده 10 دقائق، عشان دي بتحسسهم بالامان. ما ينفعش ان هم يبعدوا عنهم مره واحده ويجيبوهم الدار وما يسالوش عنهم، دي بتاثر في نفسيتهم.